وهذا التفاعل اللي صار مع جلالة الملك أولا في مدرسة الرفاع وتالي انتقلت إلى المدرسة الثانوية بتنوعها كذا، هل تعتقد أن كان لها دور أساسي في تكوين تفكير جلالة الملك اللي أدى في النهاية إلى البرنامج الإصلاحي وإلى وثيقة العمل ميثاق العمل الوطني أو قيم ومبادئ ميثاق العمل الوطني؟ شوف أنا أول مرة عقب مرحلة الدراسة ومرحلة السفر والعودة وإلى آخره ألتقي مع جلالة الملك في معرض فنون تشكيلية، وهو كان يفتتح المعرض، فجاءت صورتي رسمها الله يذكره بالخير خالد زباري، قال له مو إبراهيم بشمي، قال له لي وينه وينه، فأنا كنت موجود في المعرض نادوني رح سلمت عليه. هذه أول لقاء. عقب اللقاء الثاني لما كنا نروح نسلم على الشيخ عيسى، هذه بعد مرحلة الدراسة بعدين. خلنا نرجع، احنا شفنا هذا التفاعل، هذا الموجود كان جلالته موجود في المدرسة، الكل يلتقي به، كل يسلم عليه، وكان عادي ويا الجميع يعني حتى الطلاب الثانيين بدون ذكر أسماء يجون بسيارات على قولاتهم يفحطون فيها في السكة، هو ما شفنا يسوي شيء. هو ليس نتكلم الآن بموقع جلالة ملك، ولكن نتكلم عن مرحلة أنه هو كان طالب من وضع عائلي معين، ولكن كانت أخلاقها أخلاق الناس البسطاء اللي موجودين في تلك المرحلة. أيضا أنت تتكلم عن كل حتى ربع من الطلاب، أذكر كان واحد منهم سيروس آل شريف من عيال آل شريف، ليل حيل يتذكر يترحم عليه، في كان فاروق القصيبي، في مجموعة من كطالب عادي كان عنده التواصل ماله، عنده أصدقاء وكان منفتح مع الجميع. فأنا أعتقد هذه بنت واحد العلاقة الشعبية مع الناس، كسب الناس بأخلاقه بمعاملاته وهو طالب، لم يستقل وضعه الأسري في أشياء يعني ميزات معينة أو كذا، لم أذي عقب الله يسلمك اللي صار في ذيك السنة، صارت أحداث 65 وتوزعت الأوادم. بنوصل لها، دخلنا الآن، أنت وصلت الثانوية وإحنا في ذيك المرحلة، إبراهيم البشمي معروف أنه عنده توجهات سياسية كذا، اتجاهات معينة، والواضح أن كنت أنت في ذاك الوقت اتجاهك هذا ما بقول اشتراكي إنما القوم الناصري في ذاك الوقت. كيف تشكل عندك هذا الاتجاه وأنت إنسان جاي من خلفية أو من أسرة ميسورة، وإن لم تكن ميسورة فهي مستورة، وعادة يقولون لي يأخذون الاتجاهات هذه الاشتراكية وما شابه من الناس ال المسحوقين اللي يقال عنهم وكذا، فهل هذا صحيح؟ كيف انت اخذت هذا الاتجاه؟ شوف، اول شيء مو انا، الظاهره العامه في البحرين ان الوعي تشكل عند الناس من خلال الدراسه ومن خلال القراءه. يعني انت لما ترجع حق تاريخ التعليم ترى المراه ادخلت التعليم عقب انخرطت في العمل. لما نشوف الفتيات اللي راحوا يدرسون برا من فاطمة الزيانية والأول قابلة والمجموعات اللي راحت بغداد وراحت دمشق تدرس ورجعت، جات
كلهم من عائلات مثل ما تقول ميسورة. المدرسين اللي جاءوا وراحوا ودرسوا كلهم من عائلات إن لم تكن ميسورة فهي مسورة، يعني ما في الفقر المدقع. لما تقدر تقرأ القصص عن روسيا تقدر القصص في البلدان العربية الكبيرة الناس اللي هذا أنا أحسه ما كانت موجودة بقدر ما كان يحركنا الوعي اللي كنا نقرأ في الجرائد في المجلات في الكتب في النقاشات بيننا وبين بعض. هذه أعتقد اللي خلق الوعي في بعد ما حدث 56 56 عقب تشكلت خلايا ونواة لحركات سياسية سرية، بمعنى أن تشكلت خلايا يسارية أو شيوعية، تشكلت خلايا بعثية، تشكلت خلايا قومية. هذه الفئات الثلاث هذه تم أو نبتت أو على أسس وجذور مستوردة، يعني مثلا القوميين البعثيين أتوا بتجربة سوريا لبنان العراق. العقب فيما بعد السلف جاءت من الكويت. الأخوان كان لهم علاقات مع المؤسس اللي اجتمعوا معه في مكة في الحج، على ضوء ذلك نقلوا الفكر الأخواني في البحرين. الجماعات السياسية ولاية الفقيه جاءت لنا من إيران، زين؟ فكل اللي حركات الفكرية السياسية حتى اليسار الأول جاء من إيران عن طريق حزودة. نعم، كان جزء من الصراع بين القوميين والشيوعيين أن أنتوا جايين من إيران عن طريق حزب تودة. هذه يمكن كلها تكشفت لما صار الميثاق وطلعت كل واحد اللي خاشه طلع أن شنه جذوره في وين. بنرجع لها، خلينا نقول طيب أنت أمامك هذه الخيارات، أنت اخترتها، ليش ما اخترت حزب البعث اللي يدعو إلى أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة؟ هذا اللي يقول شعب تؤسسه لحزب تؤسسه الجماجم والدم تتهدم الدنيا ولا يتهدم. أنا الله يسلمك ثقافتي من وين جات؟ هالقراءات اللي الله يرحمه أخوي مجلات المصرية واللي كانت تحمل الفكر الناصري والأخبار الناصرية، حتى المجلات اللي تي من بيروت كان عليها غلبة الفكر القومي الناصري في ذيك الفترة. هذه كنا يعني البيت، ولكن سخرية القدر لما صارت الهزيمة 67 ويقال لي روح كنسل كل اشتراكاتي في هالجرائد اللي طول هالعمر قصوا علينا، زين؟ بس ما بيه كنسله وأنا لا واصلت، زين؟ ولكن هاي كانت تعبر عن الفكر اللي كنا عايشين فيه. مصر كانت في ذيك الفترة، فترة أي سنة حتكلم حين؟ الحين تتكلم أنت عن الفترة اللي كانت حتى مصر تطرش لك المدرسين يدرسون الكتب. الامتحانات قبل التوجيه كانت تؤخذ إلى القاهرة تصل الأحوات يعيدونها. الأفلام، يعني لا ننسى عبد الحليم حافظ فريد الأطرش، كان هذا يغسل دماغنا بهاي الدبلوماسية الناعمة اللي توا مكتشفين المصطلح، ولكن هذه كانت جزء من الأسلحة الناعمة. الأسلحة الناعمة اللي موجودة. حتى المصريين بحلاوتهم
بأسلوبهم بنكتهم، هاي كلها دبلوماسية ناعمة. ليه تروح مصر وتعيش؟ لازم تعشق، تروح تأكل لك فول، تأكل لك حمام، تأكل لك هالعلاقات مع الناس، ضحك وفرفشة معاهم، هذه تخلق عندك نوع من ال من الشيء الجوهري داخلك أنت. خلينا نعود أخ إبراهيم إلى يعني خارطة الحراك، الحراك الوطني في البلد. يعني هو ليس جديد، يعني بدأت في العشرينات طبعا، لكن أبرز معالمها جاءت عندما تأسست الهيئة الوطنية، هيئة الاتحاد الوطني في بداية الخمسينات. كانت هي الحركة الأساسية اللي بدأت وانطلقت من جذور وطنية في ذاك الوقت، ولذلك نجحت في التجربة لفترة، وتجاوب النظام الله يرحمه الشيخ سلمان بن حمد ذاك الوقت حاكم البحرين، بحيث أن كما رأينا وسمعنا وقرأنا حتى هو ساهم في أن يجعل البريطانيين يتفاهمون ويجلسون مع هذه الحركة للنظر في قضايا الوحدة الوطنية، الإصلاح، وبما في ذلك الاستقلال، التخلص من الاستعمار البريطاني. وفي الواقع طلعت لهم ترخيص رسمي من الدولة كمنظمة سياسية تعمل كحزب تقريبا، رخص لها وبدأ الحوار وبدأ يتحقق الكثير، ولكن تسلل إلى هذه الحركة التأثيرات والاتجاهات الخارجية بما في ذلك الاتجاهات الناصرية وما شابه. هنا بدأت المشكلة. شوف، القرن العشرين بالنسبة للبحرين أنا أسميه سنوات التنوير من بداية القرن، وكان الناس اللي راحوا يدرسون في الهند جامعة عليكرة عليكار أي، واللي راحوا الأزهر، واللي راحوا بغداد حتى الفقه يدرسون، أول سينما في البحرين على البحر عريش وخيشة بيضة ويعرضون عليها فيلم. هذه وين صارت زين؟ عقب السينمات هاي كلها مشاريع خاصة، سينما البحرين، سينما أوال، السينمات اللي كانت موجودة، المكتبة. أنت تتكلم عن مكتبة سلمان كمال اللي في بدايات القرن العشرين، اللي هي مكتبة تجارية، ومثل مكتبة الله يرحمه محمد علي التاجر، لهذه مكتبة أكثر منها مكتبة خاصة، زين؟ مكتبة عبيد، زين؟ اللي هي انتقلت من المحرك إلى سوق باب البحرين. الأندية، أنت تتكلم عن نادي العروبة ونادي الأهلي في الثلاثينات تشكلوا، اللي أنت تتكلم النادي الأدبي في المحرك 1920، زين؟ يعني أنا بعطيك نموذج بس حتى طاح في يدي كتاب اسمه الحرب العظمى، من كاتبه فلاديميريتش لينين اللي رئيس صار الاتحاد السوفيتي، هذه كاتبة باسم عقب ترجم حق الجماعات اليسارية باسم ما العمل، لكن اسمه الحقيقي الحرب العظمى. الحرب العظمى 1917 ترجم إلى الفرنسية في باريس، 1921 ترجم إلى اللغة العربية في القاهرة، 1922 واصل البحرين ماخذين النادي الأدبي واللي هو يروي التحولات الحرب العظمى اللي صارت في 1917. تصور المرحلة أن البحرين عقب القاهرة باريس
وموسكو من اللي جرى اكتاب في ذيك الفترة في منطقة ما يعني خلينا نقول المنطقة العربية بشكل مطلق كتاب مثل هذه. حتى أنا أتذكر هذا الكتاب أعطيته هدية لمركز الشيخ إبراهيم اللي هو كان حتى الكتاب كان عندهم يكون يحتفظون فيه. أنت في مثل هالأجواء أنت لما طلعت صوت البحرين، صوت البحرين كانت لما تقراها والله للحين تجدها معاصرة في كتاباته. عقب تتكلم عن الخمسينات الجرائد اللي طلعت بما في كان مثلا الخميلة حق واحد عراقي جورج منسيان زين اللي طلعها في البحرين، حتى عقب الإنجليز دخلوا جريدة الخليج اسمها لكن احرقوها اللي كان محلها كان البنك العربي اللي صار محله داخل السوق. في حراك انت تتكلم حتى لما اذكر احنا صغار كانوا الشيخ الوائلي يجي ايام عاشوراء يتكلم في الماتم هني في البحرين، كان الكل اللي يحضر شيعة يحضرون سنة وشيعة، لأن الرجل عنده أفق وعنده رؤية وعنده أطروحات كثير متقدمة على الوضع اللي موجود في المنطقة العربية اللي موجودة. تجد عندك أنت يعني نادي مثل نادي الفجر في الحورة اللي عقب أغلق في الأربعينات ما أدري في الخمسينات تشكل زين. إذا في هذا الجو الهيئة ولدت ويعني موجود حس وطني يكفينا، عندنا الموجود الحس الوطني الالتزام الوطني من الجميع. نعم. فنجحت التجربة في البداية، شو اللي خلاها تخفق في 56؟ شوف الأحداث الكبرى لها سياقها الخاص، ساعات تفلت من يدك سواء القائمين عليها أو الحراك الدولي حولها أو حتى نموها الذاتي اللي موجود. أنا بعطيك من ضمن الأشياء اللي مرت علي لما جاءت الحكومة ضمن المفاوضات ما بين جبهة الاتحاد الوطني في ذيك الفترة وهيئة الاتحاد الوطني وبين الحكومة، عرض من ضمن المفاوضات أن بنشكل مجلس للصحة ومجلس للتربية والتعليم، نصه منتخب يمثلكم ونصه احنا بنعينه. كان الرأي لا احنا لازم ناخذه كله. يعني انت في الاخير في القضايا الكبرى اذا ما تحسب انك انت مو بروحك في الساحه، الامور لما بتتجاوز حدها لاي سبب من الاسباب ستلقى رده الفعل اللي تمثل احيانا اقوى منك. انت كيف تستطيع يعني حتى الادبيات السياسيه مثل ما تقول خطوه للوراء وخطوتين للامام تقوم فيها، احيانا اذا انت ما طبقتها بتخسر الخطوه الى الوراء والخطوتين الى الامام. انت في هالاحداث اللي صارت وبالذات انا كما يعني القراءات المختلفه اللي مرت علي واقوالي بالذات ليست نازله من السماء بشكل مطلق، ولكن اللي مر علي قد يكون بعضها من يتفق معها وبعضهم من يكون ضدها، كان وجود حرب
السويس على مصر، العدوان الثلاثي، العدوان الثلاثي على مصر، هذه أثارت المشاعر عند كل المواطنين في البحرين. لدرجة إذا تتذكر ما يكتب عن زيارة مرور عبد الناصر هو رايح باندونغ، زين شل استقبال اللي سووا له أهل البحرين، شنه لما يه سولوين لويد ومن المطار استقبلت الحجارة اللي موجود مر قطوها عليه، شنه اللي صار انك انت اثرت القوة اللي كانت مسيطرة على البحرين وهم الانجليز في ذيك الفترة، انت ما قادر، يعني حسب ما الواحد مثل ما تقول احنا ما عشناها، بمعنى ناس يفهمون مفاوضات ما صار شو صار الى اخره، ولكن كان لها اسباب داخلية، زين بعض الاحداث اللي فلتت من اليد، وعندك الاحداث اللي صارت العربيه ومن ضمنها الصراحه، هذه خلت بالاخير نزول الجيش البريطاني، قيامه بالاعتقالات، قيامه بالتسفير لبعض الافراد، بعض الافراد حكم عليهم في البحرين، حطوهم في سجن بيت الدولة يسمونه، كان في جدة، وبالتالي البريطانيين قاموا بهذا كله، طبعا موجود ما كل شيء عندهم، هذه أدى في الأخير إلى سقوط تجربة، آخر تجربة تنويرية سياسية في البحرين. ابتدي هذا السقوط لما طلعت القوة السياسية اللي هم البعثيين تزامن في هذا الوقت، بعد سقوط ذي لم ينطلقون من التجربة اللي صارت، هذه جزء من اللي أنا أعتقد الخسارة، ابتدوا كل واحد ينطلق انطلاقاته الحزبية المؤسس عليها، وابتدوا يشتغلون بأسلوب الخلايا، الخلايا اللي كل واحد يدش تجربة وكلهم عظامهم طرية، زين، ويطمحون إلى تغيير جذري، زين، في ظل ما بني على تجربة قامت على أساس أنها تقدم إضافة للتركيب السياسي في البلد. هني أنا أعتقد اللي صار هذه التيارات الثلاثة اللي هي البعثيين القوميين والحركة الشيوعية، لما واجهوا أحداث 65، أحداث 65 كانت أحداث، أنا للحين أتسائل كيف شركة وابكو تأخذ قرار فصل هالمجموعة العمالية حتى قال لي إلى مرحلة اللي هي سنة 65، ذاك الوقت كنت في المدرسة، زين، شلون استطاعت بابكو اتخاذ مثل هالخطوة الاستراتيجية، الخطوة اللي أنت تحدد مسار شعب ومسار بلد وتؤدي إلى ردة الفعل اللي صارت في البحرين، هذه أنا أعتقد يجب البحث عن الإجابة عنها حقيقة، حتى تعرف أو إحنا نعرف شلون تأخذ الأمور، شلون أنت اللي هذه الشركة قامت على أبناء البحرين واشتغلوا فيه، وما كان فيه، أنا أحس أن المبررات اللي يمكن الآن إذا بنقعد ندرس ونشوف، ولكن في حينها ما كانت هناك مبررات تكون مقبولة عند الناس، هذه أدت إلى ردة الفعل، الأحداث اللي حصلت في 65، انعكست علينا إحنا كطلاب
انطلقت هي من المدرسة الثانوية. كانت الله يسلمك في 5 مارس في 5 مارس الناس تقول 11. والمهم انه كان في طالب الله يرحمه توفى اسمه عيسى محمد علي من الحلم رفع العلم. اتذكر احنا واقفين في الطابور في الطابور رفع العلم ونادى للخروج في تظاهرات. هذه كانت الشعلة الأولى الشرارة الأولى إنزين اللي ابتدت من مدرسة الثانوية. وعقب إن لما جاءت الشرطة تدخل المدرسة للحق يقال إن مدير المدرسة عبد الملك الحمر وقف ضد دخول الشرطة لكن لم يعطون أهمية ودخلوا صار مناوشات بين الطلبة والشرطة وعقب المدارس وابتدت تنتقل إلى نوع من المعارك في المناطق ودخل فيها عنف ودخل فيها عنف وفيها رصاص واستشهدوا مجموعة بسبب العنف اللي صار. وفي نفس الوقت كانت في الوقت لا يزال البريطانيين هم المسيطرين تحت الإدارة. المهم هذه المرحلة أعتقد على ضوء ذلك أنا تركت المدرسة ورحت إلى القاهرة في مرحلة أقدم التجارة. في الأخير دائما يطرح عليك تساؤل كيف تتشكل القضايا المصيرية في حياتك، كحياتك كمواطن، كحياتك فيها التيارات اللي صايرة اللي موجودة في حياتك، حتى كيف تتكون أفكارك أنت وكيف قادر تعرف أنت على صح ولا على خطأ، كيف تتخذ الأمور شلون. هذه أنا أعتقد كثير من قضايانا وبالذات السياسية غير قادر إلا الآن لما يصفى ذهنه وتزداد قراءاتك معلوماتك أنه تأخذ التحليل الصحيح المناسب عشان يستفيدون من الجيل والجيل القادم كله وشلون تمشي الأمور. أنا أعتقد لو بقاطعك أنا أعتقد كل هذه الأحداث والمواقع والمواقف اللي صارت كلها تدخل في نطاق تشكيل حسن الوطني. يعني يجب كلنا نكون فخورين بها، يعني هذا اللي حصل، على أن نستفيد من هذه التجربة ويستفيد منها الأجيال القادمة كيفية حماية الكيان الوطني. الوحدة واللحمة الوطنية أساسية جدا، يجب أن نتبنى الأفكار اللي تجمعنا وليس ما يفرقنا. نأتي إلى مرحلة الدراسة، انت رحت هناك وانخرط في الدراسة ونعبر بسرعة، يعني انتهيت في الإعلام، دراسة الإعلام، رغم أن أنت حتى عرض عليك أنت منحة أو دراسة الفقه في مكة المكرمة أعتقد أنا غلطان. هو الله يسلمك أنا رحت لما رحت القاهرة دخلت المدرسة القومية في الزمالك اسمها بعد قومية ودرست التوجيه، جبت 62%. 62% ما دخلك القسم، كنت أبي علوم سياسية واقتصاد، حاولت مني منك. كان في ذيك الفترة للأسف الشديد صراع ما بين أجهزة المخابرات المصرية وحركة القومي العرب في اليمن، طلعوا مظاهرات إسقاط المخابرات المصرية في لبنان في مثل هذه الصراعات. فانعكست علي ان انت يعني ما يكون قوي انت، فرجعت اتذكر فبراير
67 ودرست التوجيه مرة ثانية. أوكي. إيه. الحمد لله طلعت الأول على الأدبي. وين الحين وين أول؟ الحين 99.9 بعد ما يأخذونه. أنا كنت الأول 80%. حتى اللي في العلمي كان الله يرحمه يوسف الخاجة 80% العلمي، وأنا أدبي 80%. ذيك السنة عادة يختارون 5 من العلمي و5 من الأدبي يطرشونهم بيروت الجامعة الأمريكية، إذا نجحوا دخلوا سنة أولى، إذا يسووا لهم ريفرشمنت حق الدراسة. ذيك السنة فوجئنا إن يابوا بدون أحم ولا دستور يا 30 أو 50 طالب سووا لهم امتحان في البحرين. زين الامتحان اللي في البحرين ما فهمونا، يعني احنا عمرنا ما درسنا الاسلوب الامريكي في الامتحان ولا نعرفه، فعطونا اسئله، الاسئله مو صعبه، حط عليها تك صح غلط غلط صح الى اخره، النتيجه تجيب 350. انا جبت اول مره افاجئ فيها وما حد فهمني شلون الاجابه، شلون جبت 280. فمن الأول طلعت التوش عندهم، فما خذوني حق البعثة للجامعة الأمريكية في بيروت. أكب اتصل فيني الله يذكره بالخير أستاذ سليريخ، قال أنت يعني خسرت البعثة، وذي عندنا إحنا الآن بعثة في مكة تدرس الفقه، إيش رأيك؟ ممتاز. أنا الحين تغيرت الأمور، فرحت حق أمي قلت لها يما ترى يقولون إن في فقه أروح مكة أدرس، فتقول لي أنت وجهك مال فقه ولا مكة؟ زين هناك لسانك طويل يقطونك في الدباب، يسمون كان في السجن تحت الأرض الدباب، يقطونك في الدباب، روح في القاهرة زين وادرس أنت البلد اللي كنت فيها. فرحت القاهرة على حسابي، وكنت مطمئن ان 80% فبابي علوم سياسية واقتصاد، قدمت ولا شوف ان انا قاطيني في الاداب بسبب يعني مواقفك السياسية في الاداب. يا جماعة شلون في الاداب؟ انا ذي مجموعي يؤهلني اروح ذي. اتصلت كان في واحد بحريني وايد علاقاته زينة مع سكرتير أنور السادات، فقلت له يا أخو شوف لي شو السالفة. عقب نادان قال لي سلم عليك، يقول لك يا تبي المكان فيه أرجع بلادك، فقلنا ما دام أرجع بلادك خليني. فلما دخلت الآداب شاخذ تاريخ جغرافيا أدب إنجليزي أدب فرنسي صحافة، فكانت أقرب لي اللي هي الصحافة. إذا يعني أنت ما اخترت الصحافة، الصحافة اختارتني. فكنا في ذيك السنة معايا الله يسلمك سلوى المؤيد وسامي المؤيد اللي أيضا اختاروا الصحافة، فكنا الثلاثة في قسم الصحافة في كلية الآداب. من أوائل الخريجين في الصحافة كنتوا أنتوا مجموعة أظن كانت. هاي الثلاثة، وفي أعتقد موزة زايد كانت قبل نفسنا. أوكي. هذين اللي درسنا صحافة. طبعا فترة الدراسة طبعا كنا إحنا كسياسة نشتغل أكثر من الدراسة، فأتذكر إذا يبنى مقبول زين فذيك السنة في أتذكر في سنة ثانية الجامعة ما حضرت ما ذاكرت ما دي، فعندي صديق سوداني محمد سيد أحمد اسمه وهذه صمام، فقلت له سالفة، قلت له ما بقدم، قال ليش ما تقدم؟ قدم انجح في 4 مواد والسنة الجاية تستانس عندك بس 4 مواد. قلت له والله، قال تعال ذاكر معي، فرحت أذاكر معه
طلع أن هذه السنة الوحيدة اللي جبت فيها جيد من المذاكرة معه. طبعا أنت القاهرة وللأسف الشديد بعد ما استفدنا من وجودنا فيه. بعطيك بعض الأمثلة. أنا كان المسرح المصري بممثلين الكبار بالمسرحيات الكبيرة 25 قرش تدش المسرح. هل أنتم لأن أنتم جرفتوا للسياسة إيه؟ على حساب الأشياء الأخرى يعني هذه مثلا. اثنين الكتب، كان الكتب على 5 قروش 10 قروش زين، الكتب اللي كتبوها نجيب محفوظ والمثقفين المصريين واللي كانت موجودة عندك على الرصيف تباع. كنت بغيت أروح أدرس معهد اسمه المعهد التنويري، بمعنى أن تروح تدرس عن ثقافة الموسيقى الفن إلى آخره بلاش بعد موضي. ما رحت سجلت وما رحت، رحت بادرس اللغة الفرنسية. اللغة الفرنسية تبي لك حضور. ليه الحين أتذكر اللي بس اللي حفظته بو بقلي فرنسي، ليه الحين هذه ما راح يبي لك حضور. فما عندك الشيء اللي يسووه غيرنا، بالذات اللبنانيين اليونان كانوا الطليان. مصر كان فيها كم هائل من المقتنيات الفنية، البورسلين، الزجاج مال بودابست، الأوحات، التحف، وكانت تباع برخص التراب. رخص التراب ما عندنا. هذا ليه كانت ما كنتوا مهتمين بس لو كان عندك بعد فلوس بتروح بتغامر بتشوف اكيد يعني بالفلوس خير بتخليك تفتح عينه، لكن حتى الفلوس هذه الايام. وخمه واتذكر من الحوادث اللي كتبت عنها الصحف، واحد سويسري يه واجر له اوادم وقال لهم روحوا اشتروا سيارات هاي العتيجة التكاسي في القرى 1000 جنيه 500 جنيه اللي دي اشتروه. فشرى 100 سيارة صدرهم سيدة. عقب ما اكتشفت السلطات المصرية 100 سيارة هاي من التراب اللي عندهم، منعوا تصدير السيارة. أي سيارة هذا طلع وفاز بالغنائم كلها. مصر كانت حتى المتاحف المصرية، يعني إحنا وين تعال نروح متحف في ذيك الفترة؟ شلنا نحن بدنا نغير العالم زين؟ يعني تتصور، وهذه جزء من الـ يعني أنت رايح عمرك 16 سنة وتبي تغير العالم، وأنت الآن نبي نغير روحنا مو قادرين. بس انت اللي مثلا اللي راحوا في سنكم في دول اخرى في اوروبا في كذا، ما كانوا كان ركزوا على الدراسه، ما كانت هناك تيارات تستقطبهم. انا اللي يقال ان لما كيف يتم استقطاب او ما بقول تجنيد، استقطاب الطالب الى مثل هذه التيارات، لان نعتقد او كما يقال ان للتوجه السياسي للطالب دور في قبوله في الكلية، في استمراره، في كذا. هل لك تجربة مثلاً أن أحد حاول أن يستقطبك إلى تيار معين من الجهات المعنية، مخابرات، كذا، أجهزة؟ شوف الأمر بهالبساطة، مثلاً نأخذ القاهرة كل سنة يجون طلبة يلتحقون من الجامعات المصرية. القوة السياسية البحرينية تبتدي كل مجموعة تحضر من يعرف فلان، من يعرف علان، اللي يعرفهم يدزونه واحد
يعرفه، اي يستقبله في المطار ويجيبه عنده في الشقة ويقعد معه يودي ويجيبه الى ان يكتسبه نقول صداقة، خلت تكون في البداية من خلال هالصداقة يوصل رؤيته السياسية ومعلوماته لهالطالب، فهذا تلقائيا يتحول إلى بعثي أو قومي أو شيوعي من خلال هالنوعية من العلاقات. هل الأجهزة الرسمية المعنية دور في هذا الشيء؟ لا، هذه ما كانت، لا هذه فقط كانت في بعض يعني في مصر في فترة من الفترات عندهم شيء اسمه المخابرات العربية واللي هم مسؤولين عن الطلاب، وهذا لين يستدعون الطلبة، إن إحنا طبعا طلبة في ذيك الفترة. أتذكر واحد طالب الله يرحمه توفى، هذا ناصري من نفاع من البحرين، فكل ساعة طرشوا عليه ونادوا صير اشتغل معانا، هذه ودى لهم ذاك اليوم آخر وقعة الميثاق صورة عبد الناصر وعصايا معه، قال لهم شوفوا أنا ناصري وأنا مع الميثاق وهاي العصايا اللي سب مصر أنا طقتها زين، ففكوني من هالسالفة. عقب قادر مصر وراح المغرب يدرس تأذي، جزء من ان انتوا يا طلبة يا عرب لازم توقفون مع مصر، احنا كلنا واقفين مع مصر، ولكن انك انت تتحول الى مخابرات ما حد يرضاها ولا حد يعني قادر انك انت بتجنب هالطريقة اللي احنا منكم وانتوا اللي تبون بنسوي لكم والى اخر مثل هذا الكلام. هذه اعتقد قليلين اللي عندهم استعداد الى مثل هذا الشيء، اعتقد قليلين، ربما حصلوا ما اقدر افتي ولكن قليلين. انت صرت رئيس رابطة طلبة البحرين في القاهرة. نعم، يعني لولا يعني وفكرك السياسي يمكن ما كانوا بيسمحوا لك تكون رئيس الرابطة. ما لهم ما له علاقة، الانتخابات من الطلبة هما اللي يسوونه. كان في واحد طراش في الرابطة، هذه مخابرات يعطيهم تقرير عن اللي يحدث في الرابطة، يحضرون في الانتخابات اللي سمعت يعني وزارة الشؤون الاجتماعية تي سجل محضر تحط الأسامي الناجحين، هذه عادي ما موجود يعني في ذيك الفترة. يعني وجود أي رقابة مؤسسية يعني بس من المخابرات يجون مخابرات في كل مكان يعني لا يعني هذه ما كانت تشكل أوكي. بالنسبة لنا شيء من أحد يخاف منهم إلى آخره. أنت أتذكر كان عندنا واحد مسؤول من لبنان عن طلبة قومي العرب، ذاك اليوم كان في الاجتماع اللي مطلع له قوطي كنت وقاعد يدخن، احنا تعال مقاطعة حق الجكاير الأجنبية زين وحارقين قلوبنا بكليوباترا وقاعد تدخن كن ونهيج عليه زين، وصار ايضا نوع من التناقض بين الطلبة اللي يدخنون كنت يقومون يحطونها في كليوباترا واللي يدخنون كليوباترا يحطونها في قوطي الكنت، شوف تناقض في النفسية العربية. فقمنا نتحدى ان احنا بس قاعدين هني نبي نسوي شيء، اللي يبي يحارب واللي يبي يروح الاردن واللي يبي هذا في اي سنه نتكلم؟ هذه تتكلم عن سنه النكسه عقب النكسه يعني 67 اي
هاي بنوصل بعدين في وقفة 67 يعني لما رحنا القاهرة وتمينا فترة فذاك اليوم اللي قالوا لنا باكر الجمعة نلتقي معاكم الساعة 6. من هذا اللي قال؟ مسؤولين القيادة. أوكي. إنزين الساعة 6 الصبح في ميدان التحرير. القيادة ال... مع القوميين مع الطلاب. مع الطلاب. مصريين. لا لا كانوا لبنانيين. لبنانيين بالعرب. إنزين إنه الساعة 6 في ميدان التحرير. والله بعد احنا قلنا بنودونا يمكن مكان ذي ويدهشونا الله يسلمك 6 ساعات من ميدان التحرير لحلوان 6 ساعات ذبيش نحن الشباب لنا القدو ومجدنا المخلد وتمي حتى واحد ذكر طالب بحريني الله يذكره بالخير ريلة من الركيض اختربت واحد منهم وصلنا هنا من 6 الصبح وصلنا 12 اللي قالوا بنرجع قلنا مدوروا رباكم ترجع بعد يرجعونا ركيب قلنا بنرجع في القطار احنا اللي يبي يركض يروح بروحه كانت محاولة يعني الالتفاف على المطالب اللي كانت انك انت بس تحضر اجتماع اقرأ كتاب ها لخص كتاب هذه الاساليب اللي كانت أعتقد ما تشكل لنا كروح ثورية موجودة الطلبة هناك وسلموا كانوا يعني يتعرضون لمختلف الضغوط السياسية على سبيل المثال بعد ما صار الخلاف بين البعث والقوميين بعد انفصال أعتقد سوريا كل الطلبة البحرينيين البعثيين تم تسفيرهم تسفيرهم يعني ما لدم طالب ايه. يعني. لا بس هتوروا اللي منتمين لحزب البعث لحزب البعث ايه. وخالد ومن زين ما قتلوهم يعني سفروهم هذا التدخل في ايش اتذكر 61 انا كنت في الثانوي انت سألتني مرة سؤال يعني ليش ما صرت بعدي فقلت لك أتذكر الشعار السائد في المدرسة وفي البحرين يا بعثي شيل إيدك كل العرب ما تريدك عقب الانفصال عن عبد الناصر أي نعم. وهذه في أكثر من منطقة من المناطق العربية اللي موجودة إحنا في ذيك الفترة أكثر ما يعني تشوف أنت المجتمع اللي جاي منه مجتمع بسيط التجارب السياسية اللي فيه بسيطة لا احنا ما نتكلم عن بلد مثل سوريا العراق لبنان الأردن اللي هم في محيطنا واللي كانوا في عندهم تجربة سياسية طلابية حزبية أيضا مجتمعية موجودة من الأحزاب والقوى السياسية اللي موجودة عندهم احنا لا يعني حدودنا بسيطة على قدنا اللي موجودين فيه لما رحنا مثل بلد مثل مصر انت تتكلم عن مجتمع شيء يعني احنا انا اتذكر لما رحت مع الله يذكره بالخير أحمد حميدان رحنا الأوبرا المصرية أوبرا المصرية رحنا اللي في مسرحية عرس الدم حق لوركا وكانت عرس الدم علي بن عياد أكبر ممثلين تونس وفرقته جايين مصر يقدمونها وتقعد المسرح والصالة من أيام العصر الخديوي الأبهة والألوان والقعدة وهاي كان مسويها الخديوي أعتقد عباس حق محبوبته الأميرة أو الملكة جين مارتوكيا نابليون
حق الافتتاح مسويها. افتتاح القناة. إيه افتتاح القناة زين. فقعدنا فأقول حق كان معايا الله يذكره أحمد حميدان، أقول له إحنا الحين متعودين على نادي العروبة المسرح مال زين، فيها فيها النتف وفيها الحر وتهف وتشوف لك اللي على قدك الممثلين اللي أتي تشوف هالعالم عالم يعني فعلا لما تقول لك إنه ثقافة وحضارة والآخرة هذه يعني زين، إحنا دخلنا هذه وصار عندنا اهتمام إن ندش ونشوف على الأقل. هذه اللي خلتنا في الأخير إنك أنت تقعد كثير من القضايا مثل ما قلت لك، أبسط شيء جيجارة الكنت، وأبسط شيء المطالبة بالتحرك كأنت تمثل حركة القومية العرب، وكانوا مسؤولين عنه في آخر الجماعات الفلسطينية من الجبهة الديمقراطية وجماعاتهم، هم المسؤولين هم عن الحركة القومية القوميين. أنك أنت آخرتك أنك أنت بتدبشنا لحلوان ونرجع هذه اللي احنا نبي نروح نواجه في المعركة زين، ما أدري بعد شو ما ودونا ولا زين. هل هناك تناقض لما ذكرت الموضوع هذا بين لما حصل الانفصال والبعثيين أصحاب شعار أمة عربية واحدة، كيف وقفوا مع الانفصاليين السوريين البعثيين؟ شوف هل تناقض هذا ولا شوف التطور السياسي والثقافي السوري كان اللي كسر ظهر البعثيين هو انقلاب العسكري، واللي مسك حزب البعث آخرتهم كان حافظ الأسد، واللي هم يمثلون العسكرتارية العربية في سوريا على الرغم من هزيمتهم في 67. على الرغم من ذلك كان وزير الدفاع أيه يصير رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية. فهذه التناقض السياسي العربي، أنت تملك القوة تملك السلاح، يعني واحد اللي عقب أطلقوا سراحه من جماعة البعثيين 25 سنة تم في السجن، نسيت اسمه الحين، كان 25 سنة في سوريا في دمشق. القمع اللي مثلته القوى العسكرية في بلدانها خلى خنوع عند المواطن، خوف. خوف ما في أحد ممكن يدافع عني، أنا مصيرك في يدي، سو ولا أنت يا تموت يا تم في السجن. حتى ذكر في مسرحية كتبها علي سالم الكاتب المصري اسمها أنت اللي قتلت الوحش، هاي المسرحية حضرناها في مصر، هذه تتكلم عن أحداث الدور أيام الفراعنة، فكانوا القاهرة اسمها طيبة، فيا طيبة أخاليها يجي لهم كل سنة وحش فيعطونا واحدة على أساس أنه يكف شرهم عليه. عقب واحد طلع قال لهم انتوا ليش تعطونها، خلى انا اقاتله واهزمه، فيطلع البطل يحارب الوحش وينتصر عليه، فلما يرجع كلهم يغنون انت اللي قتلت الوحش انت اللي قتلت الوحش. تمر الايام ولا يجي وحش جديد، راحوا له قالوا له انت تعال اقتل الوحش، فيقول لهم يعني انا مسؤول قتل الوحش، ليش انتم ما تقتلونه؟ فهني يراوي كلهم ان احنا خايفين جبناء غير قادرين على قتل الوحش.
هذه كانت كل العقلية اللي موجودة في البلدان العربية. ما أقدر أتكلم عن الجزء المغربي ولكن نتكلم عن الجزء المشرقي الموجود. هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات السيدات والسادة المتابعون لهذه الوقفة، عبرنا حتى الآن من خلال هذا الحوار على محطات ومواقف مفصلية وأساسية شكلت الوعي الوطني وشكلت وساهمت في تعزيز الحراك الوطني، والذي ساهم فيه وكان أحد الشهود عليه هو ضيفنا اليوم الأخ إبراهيم بشمي. عند هذا المنعطف الهام سنتوقف الآن على أن نتابع اللقاء معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، فإلى اللقاء.